مرحبا مرة أخرى. دونك تويك باش نشوفوا كليب من بعضنا اللي هو كليب الفنان اللبناني اللبناني التونسي غازي الأمير اللي باش يكون بحثنا بعد شوية. أغنيته هي دابا تجيبك ليام. شوفوا ونرجعوا. دابا تجيبك ليام وتندمي يا غدارة، كيف نسيت الأحلام غادت دوق المرارة، رسمالك غير كلام والحب فيك خسارة، عيشتيني الأوهام وتعرّت الستارة، وتعرّت الستارة. جيبك ليام كام كام سيطرة. سيري صافي سيري شوفيلك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدت ديرك. سيري صافي سيري شوفيلك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدت ديرك. علاش نعيدو الحكايه اللي ضيعني غير مره ما يرجعش الهوايه. خليني من الكلام ما بقاش ياكل معايا، صرت حاجه من الماضي رميتو انا وراي. سالينا والسلام علاش نعيدو الحكايه اللي ضيعني غير مره ما يرجعش الهوايه. سيري صافي سيري شوفي لك واحد ديري، ما غاديش نرجع ليك صافي سيري شوفيلك واحد ديري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدتي. سيري صافي سيري شوفيلك واحد ديري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدتي. سيري صافي سيري شوفيلك واحد غيري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدت ديري، ما غاديش نرجع ليك مهما قعدت ديري.
هذه كانت أغنية غازي الأمير الفنان العربي، على خاطر تم بعد نعرفوا علاش فنان عربي مش لبناني تونسي كما نقول، تطلع عنده عروق في المغرب وبرشا حكايات. دونك غازي الأمير كانت هذه دابا تجيبك ليام، وعلى أساسها احنا شو نقولوا بونجور. شو أحوالك غازي؟ أول شيء صباح الخير عليك وعلى الصبايا الحلوين وعلى كل مشاهدينك. يعيش. دابا تجيبك ليام أغنية مغربية وأنت لبناني متزوج بتونسي، انا من الموت تبدا بالتونسي سامح. لا والله يعني بحكم انا اني كنت عايش بالمغرب 14 سنه 13 سنه وبدايتي الفنيه كانت من المغرب. فهمتك. وعملت غنيتي، عملت الاغنيه دابا تجيبك ليام، والحمد لله عملت يعني وصلت للناس، نجحت بشكل كتير منيح بالمغرب العربي والخليج العربي. كرمال هيك بلشت انعرفت بدابا تجيبك ليام اللي هي من 2015. عملتوا الكليب هذا ولا ليه ولا جديد؟ هي من 2014 غنية، بس صورتها من بعد ذا فويس، من بعد برنامج ذا فويس صورتها. فهمتك. صافي، كانت نازلة اوديو هي. بما ان احنا تو جبدنا ذا فويس، سيت اون اكسبيريونس، يعني اكسبيريونس كبيره برشا هذه. شنو اللي زادتك ذا فويس؟ انتشار عربي، زادتك اكسبيريونس كيفاش تتعامل، عرفتك بالناس، عرفتك بموزعين، شركات انتاج، شنو الاضافه اللي عطتها لك ذا فويس؟ ذا فويس انا اشتركت فيه كرمال شغلي وحده، كرمال يزيد جمهوري اكثر، نعرف اكثر بالمنطقه العربيه وحتى يعني بكل البلدان الثانيه. غير انه اوكي معروف بالمغرب، معروف بلبنان، عرفتي، بس في بلدان تانية ما بتعرفك. فانا قراري اني فوت على ذا فويس بس انه زيد شهرتي. معقول. لانه انا اصلا كنت يعني كنت بدومين الفن وبعرف كل يعني لا جاب لك لمونجي، لا جابوا لك لحد شيء، مش هيدا هدفي. اوكي. امور واضحه، الفلوس موجوده، امورك واضحه. بونجور غازي، مرحبا بك معنا في الماتينال. هوني بديت بغنية مغربية، علاش مش غنية تونسية معناتها؟ وقتاش تجي الغنية التونسية؟ إن شاء الله. شوفي، أول شيء يعني أنا أول أغاني عملتها صورت غنيتي اللبنانية ب 2007. بهذاك ما يصيرش، خاطرك من لبنان. فأول غنية كانت لبنانية، بس عملت مغربي قلت لك بحكم أني عايش في المغرب، وإن شاء الله هلا بإذن الله ما أوعدك، بس بإذن الله إذا لقيت بس لي شيء حلو مثل ما انا بدي تونسي رح اعمل تونسي. يعني بالعكس انا بحب هكاك، باش حتى المدام ما تتغشش عليك، ممكن يستنيو في البامبينو يعملوا اغنيه للاطفال. ان شاء الله. علاش لا؟ دونك غازي الامير اللي يسالوا معناها شنو الدومين تويك، احنا كيف يجوا بحثنا توانسه فنانين توانسه يقول لك عندنا مشكله نتاع مونجين، مشكله نتاع مانجر، مشكله نتاع توزيع اغاني، تصوير كليبات، ما عندناش عباد تصرف على الكليب باش نجم ينتشر عربي. في لبنان ما عندكمش المشكله هذه. دونك حبيت عندكم نفس المشكل؟ نحن اللي عندنا المشكله. طابو؟ وانا جيت في بالي لقينا حل. شوف لقلك ليش، لقلك ليش. هي المشكله الكبيره بشغلنا انه بدك شركه انتاج شيء يمول لك العمل. لوجيك. يعني مثلا انا رح اقول لك شغله، انا من اولتي انا بنتج لحالي. فهمت. مضيت مع اهم شركتين بالعالم، وحده شركه عالميه وشركه نمبر 1 بالوطن العربي. تمام، بدون ما اذكر اسمائهم. ضروني ما فادوني. اوه كيفاش؟ ضروني ما فادوني، يعني انا كرمال هيك قلت انا خي انا بهذا الدومين وعندي معارف كل الناس، شعراء وملحنين كل اصحابي. فانا بشتغل وانا بنتج لحالي وبكون حر. معقول. يعني في اطلع اي برنامج بدي، في اعمل اللي بدي، يعني اقل شيء بجيبوا لك كونترا 30 40 صفحه. بتقري انت ما تفهمين، ما بتفهمي منه شيء، يعني هيدا انا جاي محاسبة. نحن جايين نغني وجايين نغني. ديما ضد الفنانين. كله مليون دولار بنك جزائري. منين بجيب لك مليون دولار؟ والله انا جايبك لحتى تعمل لي، حتى تزيدني، مش انت جاي لحتى تورطني. تو الشركات ممنوع تطلع على التلفزيون، ممنوع تحكي على الراديو، ممنوع.
يعني انت عم تحطني بصندوق او قفل علي الباب، شو بدي فيك؟ والله عجبتني غازي، تعرف علاش؟ خاطر عطيت الامل للتوانسه. تويكا ما عادش حب حتى حد يجي يقول لك انا ما عنديش شركه انتاج. ها شو ما تعمل شركه الانتاج؟ عم اقول لك انا اللي عم بعمله انه انا عم بشتغل، بعمل حفلات، بعمل سهرات هون هون واعراس وبصير شيل على جنب. لانه اول شغله شوف الاوديو بكلف، الاوديو الصوت الغنية خالصه تسجيل لنقول 10,000 دولار اذا بدك تعملي اوديو مرتب، يعني مش واو بس اوديو مرتب 10,000 دولار تمام. اقل كليب بدك تعمليه يعني يكون محترم، يعني مش قصه محترم يعني تكون الصوره 40,000 تقنيا عندي مش اقل من 30,000 دولار. طب هو قد ايه صار؟ هو 40,000 دولار. انت صار عندك هلا هذا الشيء جاهز، طب انا كيف بدي اقدمه للعالم؟ ما اذا بدك تقدميه للراديوات هذا بده ياخذ 3,000 دولار على الشهر، والتلفزيون بده ياخذ 5,000 دولار على الشهر، بمرق لك اياها 9 مرات بدنا. طب ما بدك بادجت ثاني هذا فهمت شو بدي اقول لك؟ فهمت. فشغله صعبه وبدها يحسبونا 9,000 دولار يا خي والله بليش حرمت من بعض وينهم 9,000؟ جينا المود جينز اختوها نعرف كنا فيكم هكذا. حبيت نحكي على شركات الانتاج تو مدمشه في توجه جديد، تقول لك انا ما عادش ننتج، انا نوزع لك، انتج انت بفلوسك واصرف انت على كليبك وعلى البرودكسيون والبرودوي نتاعك، انا نوزع لك. هذه تمشي جديد، يعني حتى هما شركات الانتاج راه عندهم عجز في امكانياتهم، يعني يقول لك انا كما تحكي عليها الشركه العربيه الاكبر شركه تعبت فرغت، تقول لك انا ننتج مش قاعد ندخل في فلوس، وتوا لي سي دي ما هو تيليشارجي من الانترنت وهبط الكليب، كيفاش باش تبيع؟ بتعرفي ليش؟ لاقول لك شو هلا صار، اذا الشركه معروفه بتشوف شخص بتعرف انه هي رح تستفيد منه، لانه انا ما حاجي اقول لك انا بدي انتج لك هيك او لاني ايه فما حسابات طبعا بدي انا بدي اعرف هذا الشخص اللي بدي احط عليه هذا اللي بدي احط عليه 50,000 دولار بده يرجع لي اياها 100,000 دولار لوجيك حفلات اخبار دعايات باي طريقه ان كان انا اللي بدي اقول لك انه هلا صاروا بيجي بيتفق معك بيجي بيقول لك مثلا الشخص انه انا خي انا فوت معك بالاوديو بفوت انا وياك النص بالنص بس انا وياك 50-50 باليوتيوب اليوتيوب اوكي لانه هيدا شغله اليوتيوب صارت شغله رسميه انت تخدم عليه الحكايه هذه اليوتيوب والفيسبوك انا عندي تشانل تبعي عندي تشانل لإلي خاصه فيه ما حدا داخل معي فيها والحمد لله عندي عليها ارقام باهي برشا عرفت كيف فهلا العالم صارت عم بتفوت حتى عم تعمل يعني شو بدي اقول لك يعني سبونسوريزاسيون انفست يعني عم بدها تحط بدها تفوت معك بالموضوع كرمال ارباح اليوتيوب خلي الحال غازي يقول انت فنان اوكي من 2007 قلت تغني معناها هذا كان مش قبل من 2004 تغني حضورك التلفزي ولا الاذاعي ولا تحب انت محتشم شويه ماكش فنانك اللي تخدم يسرع على الباز ولا تحب الشهره الفارغه خلينا نقول انا دونك هذا اختيار منك والا معناتها انك بعيدة على كل ما هو ميديا شوفي اقول لك شيء عني انا انه ما بحب اطلع مثلا في برامج معينه حتى لو كان فيها البيز مثل ما بيقول بس انا ما بحب اطلع فيها انه بلاقي هذا البرنامج كثير بايخ فهمت ولا مره انا جربت احضر وكمله كله البرنامج قد ما في بويها. تمثيل وشو بدي اقول لك شو بتقولوا له انتوا اذا شخص اذا مساطة شو بتقولوا مساطة مساطة والله العظيم فكر من هيك انا حتى بالمغرب يعني مثلا طلعت برنامج مهرجان موازين معقول طلعت برنامج مش برنامج سوري مهرجان كفطان اللي هن هو من اهم المهرجانات طلعت برشيد شو عرفتي؟ ايه؟ يعني هودي اللي بروح على للعروسة بختار يعني ايه بختار اي برنامج بدي اطلع له، انا بشوف بلاقي حالي هونيك يعني مش ضروري انا اروح اطلع اعمل كراكوز للعالم تستهضمني مثلا تقولي مهضومه ايه فهمت شو بدي اقول؟ معقول في تونس المهرجانات ان شاء الله قدمت ملفات قاعد حضر في ملف ان شاء الله نراوك في مهرجان كارتاج ان شاء الله ان شاء الله انا مضيت مع رياض بودينار الصديق والاخ طبعا بحكم خبرته يعرف يختار رياض خبرته وشغله شغله البروفيشنال يعني عن جد بحفلاته باعراسه
فطبعا هو صديق وإلي الشرف اني تعاملت معه وان شاء الله تحضيرات جايه ان شاء الله. عندك شوي شوي ان شاء الله عندك حاجات في راس العام ان شاء الله. ان شاء الله عندنا حفله بسوسه راح تكون سوسه بلاس. طبعا مثل ما تكون شايفين مع النجم حسين الديك وشيرين النجمي. فان شاء الله راح تكون حفله نار وقت ايش في راس العام هذا نار براس العام ليله 31 ان شاء الله. ان شاء الله صدعنا يلا ما بدكم عزيمه يخلي يعيش بتروحوا طاولتكم موجوده على البيست ان شاء الله نسمعها في الحفله من على البيست. ميرسي يا غازي الامير. عندك شي حاجه تحب تقولها لجمهورك غازي؟ بس اول شغله بحب اتشكركم مرحبا كثير على استضافتكم لإلي وان شاء الله الجاي احسن. عم نحضر اشياء منيحه واشياء حلوه بس حتى ما نحرقها يعني نخليها شوي شوي مثل ما بيقولوا بنشتغل على نار هاديه. قدرة ربي كل ما عندك جيت تدلل ومرحبا بك غازي. خلي لي اياك يعيشك. شنو تسمع من بعد من عندك اغنيه بلاي باك؟ رح نقول معقلات شالية أغنية مغربية كمان بس موضوع حلو هيك كلمات سمير المجيري وألحانة توزيع جيمي حداد باهي برشا. غازي ما قبل خليك بحذنا باش نشوفوا الكوجينة وين وصلت. مرحبا فاطمة احنا وصلنا للختام دونك السادة المشاهدين هكا نكون وصلنا معاكم لنهاية المشوار المخصص للمطبخ في برنامج ماتينال نهار اليوم. شيف فتحية شواشي حضرت لنا كالعادة خبز سريع من غير ما خمروه من غير ما يبطى باش عملته بالفروماج من عند مرياح. اليوم الاختصاص هو الفروماج مرياح. الخبز هذايا على ما عجبني قاعدة ننوع منه كل مرة نعمله بحاجة وكل مرة يطلع أبن من اللي سبق. وبراتيك خاصة للنساء اللي مزروبة تروح من خدمة كل شيء تحب تعمل شوية خبز دياري دونك هكا وصفة سريعة وسهلة. في نص ساعة. أكيد في نص ساعة يكون طاب. يتعجن ويتيب ويحضر في نص ساعة. الخبز هذايا عملته اليوم معناها في العادة المرة الأخرى خدمته بسبيسيال جاتو وردة. اليوم خدمته بسبيسيال بيتزا وردة معناها باش ندور على الفيرينات وردة الكل باش نعمل كل مرة. ما نياب النجم نستعملهم في حاجات أخرى من غير من أروع ما خدمت في الفيرينات وردة معناها يطوعوا هيلين ويعطيوك سوبليس للخبز ويعطيوا نكهة بنينة وفيرينة نظيفة ومتميزة بصراحة. حطيت فيه الكربونات والسمارت شيف بالطبيعة فيه شوية سكر شوية ملح كما وريتكم الدوزة متاعها ما يتعجنش بالماء يتعجن بالبن. وحطيت له سورتو جبن مرياح اليوم جربته بجبن يا اخي عجبني برشا فريمون حاجة باهية وبنينة وخفيف ومنفس وتاكلوا معاه المالح يجي بنين برشا. كل مرة نجرب لكم نوعية بحاجة أخرى. عملت بحذاه النوغاتين هذية اللي هي بالسكر جلوكوز دو كريم. دو كريم هذه جاتنا معناها جابت لنا مواد جدد نتاع باتيسري هما اختصاصهم توسكي توش في الباتيسري وتوسكي توش الحلو معناها بجميع انواعه من لو بتي ماتيريال البرودوي ديجا لي برودوي دو كريم من اروع ما تخدموا في النظافة في الخدمة في التراسابيليتي في لي زاناليز كلهم امورهم واضحة. معمل ممتاز فيه كل شيء فيه لي بات داموند فيه ملفي كيل بات داموند للكولورون لي بات دو فروي كل شيء موجود كل شيء معناها ديسبونيبل كل شيء ممتاز فريمون هايلة. عملت النوغاتين هذيا خذيت دايوغ جلجلان هما اللي وفروه الجلوكوز حطيت انا جوست سكر وسكر فاني سمارت شيف وطيبت النوغاتين هذيا حليتها طرحتها بين زوز اوراق كويسون بالقلقال بالسياسه. ردوا بالكم الحريق بربي خاطر السكر يسخن عن دوغري سخون برشا ردوا بالكم وقت تصبوها حطوها في ورقتين متاع كويسون وتخليوها تبرد وتنزلوا عليها بالقلقال بشويه بشويه حتى لين تطرح الخشن اللي حاجتكم به تخليوها تبرد تنحيو الورقات بسهوله تامه وكي تبرد شويه بسهوله تامه يتنحاو الورقات خاطر ورقات الكويسون هذوك مجعولين باش يتحط في وسطهم الكراميل ويتحط نطيبوا فوقهم من غير ما يلصقوا. بعد قصيتها وريتكم كيفاش جرحتها وقصيتها بشقوصها مستويه ما كانش تكسروها تريفات تريفات استعملوا سكينه منشار كان باش تقصوها. قصيتها حوت صغيرين الحلوى للصغار تتقرمش فيسع فيسع
شاء الله تكون عجبتكم دبارة اليوم. إذا كان عندكم اقتراحات أبعثوهم على الباج أوفيسيال الماتينال. نشكركم على بعثينكم وإحنا نعملوا بهم هذوما الكل، كما نشكر نو سبونسور الكل اللي هما مرياح، وردة، دوك خيم، زيت زيان، لو موند ديفين، بالما، سمارت شيف، معناها فريمون الكل هم من اعز ما عندنا في لي برودوي اللي نجحوا بهم لي روسيت نتاعنا. يعطيك الصحة شيف فتحية، وخليت مرياح لاختنا فاتن اللي باش تحكي لنا عليه اكثر. استعملته اليوم في الطاخت اللي بالبصل وحطت فيها لي دام من عند مرياح، هي تحكي لنا اكثر عليها مع المقرونة اللبنينة اللي بالبيستو. بيستو كما قلنا البارميزون نجم نحطه نبدلوه بالفرماج فومي من عند مرياح باش نعطيه للبات نتاعنا كالجو فومي، والا نجم نحطه في وسط فرماج اخر كيما لي دام، والا الجودا، والا حتى الجريير يجي بنين ياسر في هل لي بات هذوما. ليك الكلمه. انا اخترت اليوم هال اسمه الفومي المرياح مع الحبق. حطيته مش الفومي، لا اليوم عملت سيسيليان. سيسيليان سيسيليان الفومي حطيته في الاخر. السيسيليان هو اللي لحيت معاه سنين ثوم والحبق وزيت الزيتونه، وعملت معهم اللوز في عود البندق. هذا بالنسبه للبات بيستو التاجيراتيلي، اخترت اليوم نمره 2 نتاع ورده. اي ما تعجنش، احنا ديما نستعملوها المنتوجات نتاع ورده كي تجي بحذانا لازم نطيب بها برشا حاجات وندلوا بها الحركه. دونك اخترنا اليوم التاجيراتيلي، فيها زوز نوامر نمره 1 ولا نمره 2، احنا اخترنا نمره 2. اليوم اخترنا نمره 2 والزوز مزيانات. اي وعملت اليوم البتنجاله اللي هي حشيت قصيتها اون دو، الرندال عملت خشينه شويه قصيتها اون دو، حطيت في وسطها الجامبون نتاع البقري الفومي، وحطيت في وسطها الفروماج فومي. الفروماج الفومي هو افيميكاتو من عند مرياح، وغطست في لفيت في الفرينه، غطست في العظم، وبعد لفيت في الشابلور وقليتهم. يجي قلبهم مزيان في وسطهم الفروماج دودون. نوروا الساده المشاهدين كيفاش. دونك هذايا في وسطها الفروماج وفي وسطها الجامبون البقري اللي هو فومي وجبن من عند مرياح، تجي بنينه برشا منظرها مزيان. دونك هذه حويجه حتى الصغيرات يحبوها ويموت عليها خاطرها تتقرمش سيرتو كي تكون سخونه. وعملت اليوم التاخت اللي اخترت باش نعملها زاده بجبونه المرياح. عملت البات بريزي ومن بعد طيبتها نص طياب، وحضرت لها البصل حطيته ذبال عملته ان بو دوري، ومن بعد حطيت فيه شويه معدنوس، هذيك الكوش اللوطانيه بالبصل والمعدنوس، ومن بعد خليت الادام رحيت بزيت ادام وعملت كوش باهيه بالادام، كوش خشينه، ومن بعد خليت الكريم فريش وحطيت فيها حار عظم وحليت فيها الجبن اللي هو بالموازيسيور هذاك الجبن المخزز. المخزز يعطي نكهه بنينه بالتاخ. يا زيتوش ما تشويش غادي، خلينا نخدموا على رواحنا. يا ديك ما زلتوا تشوشوا، خرجوهم ما توكلوهم. انت مثال شما وبنيك راميهم لهنا تلاهي في كوجين. يا لالا خلينا نقولوا كيما معاكم يهديك. حيبلش طبخه مطبخ حيبلش. الو خلطت الكريم فريش بالعظم وبالجبن هذاك بالكدا، حطيت فيهم شويه ملح وفلك، حركتهم مليح وصبيتهم من الفوق. يعطيك الصحة. ورجعتها الفور كملت طابت. هذه الوجبة نتاعنا اليوم. وصحة وبالشفاء. يعطيك الصحة. إن شاء الله كل يوم نفيدوكم بحاجات بنان. أكيد. شكرا أختنا فاتن العصيري. دونك أنا بالعاني حبيت نشري عركة مع جماعي، لكن ما خطفتش، حبيت نحرمهم من هالفطور المزيان. وشيء في الأخر هيك شدوا صحيح. دونك سادة المشاهدين إن شاء الله بالحق وصفاتنا عجبتكم. أنا واحد من الناس الحقيقة ذقت النكاتين بنينه ياسر حضرتك الشيف فتحيه، الباقي باش نذوقوا تو. واكيد انا نحبكم زاد انتم تجربوا الوصفات وتذوقوها، خاصه بالمنتوجات نحكي لكم عليها، وتخلي لنا الانطباع نتاعكم على صفحتنا، صفحه التواصل الاجتماعي على الفيسبوك الماتينال بالفرنسيه والا بالعربيه. نحب نقول لكم غدوه موعود جديد اكيد فيه وصفات جديده، حضروا كلش باش تقيدوا مجموعه الوصفات هذه المقترحه من عند لي شيف الأكاديمي دي شيف. وإحنا ذكرنا دي شيف، دونك في الأكاديمي دي شيف أنا نحب نقول درنييرمون تعملت عندنا جمعة كاملة خاصة بالجاسترونومي وإلا بالطبخ المجري أو الهنغاري. دونك كان لنا الشرف لاستقبال
السفير المجري مع الطاقم العامل معاه في السفارة المجرية في تونس، اللي سهلونا وعاونونا باش نوصلوا للوليدات صورة ونعطيهم صورة على المطبخ المجري. وكان حاضر معاهم ان شيف انغوا اللي هو الشيف شابا، دونك كان معانا في ليكيب نتاع الاكاديمي دي شيف ومع الوليدات اللي قاعدين يقروا، قدموا لنا اطباق متميزه متنوعه. امتدت التظاهره هذه على مده 4 ايام، في اخرها عملنا سواغي نتاع كلوتيغ، فيها كان فيها حاضر السيد السفير المجري مع الطاقم العامل معاه وقدموا لنا سهرة مميزة مع الأطباق المجرية والأطباق التونسية في ذات الوقت. نحب نشكرهم، هذه مصافحة من خلال برنامج الماتينال على قناة التاسعة، نقول لهم شكرا على ما قدمتوه للتلامذة وللشباب في الأكاديمي دي شيف. سادة مشاهدين، انتم اللي تحبوا تطلعوا اكثر على البرامج التعليميه اللي تقدمها المدرسه الخاصه هذه، تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحه التواصل الاجتماعي نتاعنا، سواء على الفيسبوك ولا على الانستغرام لاكاديمي دي شيف بالفرنسيه، او تتصلوا على الرقم 23 06 14 14 23 06 14 14، هو الرقم المتاح على ذمتكم باش تتواصلوا معنا في 14 نهرج الامام الرصاع مون بليزير تونس. تجيو على عين المكان تلقاونا في استقبالكم ونسهلوا لكم كل المعلومات اللي تحبوا تاخذوها من عندنا. انا غدوه موعد جديد يجمعني بكم مع اختنا فاتن، مع الشيف فتحيه، ومع هالكيب المزيانه هذه الكل، باش نخلوا الكلمه الختام مع فاطمه البنات، وانا نقول لكم الى اللقاء. Merci beaucoup les chefs, يعطيكم الصحه. لي غوسيت لكل تلقاو على باج الماتينال، جينا الريميرسيمون غوسيو البنات في بالمغربي ولا بالتونسي تحب؟ بالمغربي بالتونسي. بالله هكاك اوكي. انا نشكر الساده المشاهدين على المتابعه نتاعهم، ونقول لهم كل عاده يبعثوا لنا لي ميساج نتاعهم على الباج الماتينال وعلى غوسي ستايل فيسبوك، غوسي ستايل انستغرام، ونشوفكم غدوه لليزاكسسوار بور سبيسيال ماري. فاطمه انا كالعاده نشكر بوتيك سيسترز اللي قاعده تلبس في القهوه في العوينه دخلت حايل وحات، باج فيسبوك بوتيك سيسترز، باج انستغرام فاشن بوتيك سيسترز. هذا كيف نشكر جوليس بور لي شوسور، تلقاها على الفيسبوك والانستغرام جوليس شوسور. ونقول لكم زاد كيف راهو عندهم اون نوفيل كوليكسيون هابطت بيان هالايامات هذيا، دونك ما عليكم كان تمشيو لي بوان دو فونت نتاعهم. زاد كيف نشكر السونتر لارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي. فاطمه نتقابلوا غدوه في روبريك تعرفش ان شاء الله ادما. ميرسي يا البنات. غازي شو تحب؟ برافو عليكم. غازي شو تحب تقدم تحيه؟ نعرفش المعجبين نتاعك عندك شي حاجه تحب تقولها؟ الاغنيه زاد اسمها اللي هي ما عقلتش، ما عقلتش، ما عقلتش عليا، ما عقلتش عليا دونك. وانت ما قلتيش عليها. وربي اللي فهمها. بدل ان شاء الله نطرو جديدنا قريب جدا ان شاء الله، وكثير انبسطت ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم. ما تحبش حي حتى حد؟ شو بدي احيي؟ بحيي كنا لكم. فما حد برا لازمك تحيي. اللي عم بتشوفنا. زوز البرا. حيي بنتي ومرتي طبعا. ايوا شلونك؟ ميرسي يا غازي. ناطريني. يعيشك، شرفنا يا ولدي، يعيشك على شوال باهي. دونك انا نحب نشكر سونتر ستيك باك ستيج، تلقاوها في العوينه. سونتر ستيك اللي هو نساوي رجال، باج فيسبوك نتاعهم باك ستيج. نشكر البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي ان دام، تلقاوها في طريق سكرة والا في المروج 1، باج فيسبوك نتاعهم سي ان دام سكرة. نشكر انزو تشوز اللي تلقاو عنده باج فيسبوك كيف باج انستغرام، كل جمعتين عندهم جديد للكبار والصغار، سورتو للبنات والاولاد الصغيرات، امشيو وشوفوا عندهم ديما زاد دي بروموسيون. نشكر ليكيب تكنيك، ايكيب العديد زميلاتي روسي وصافي، ايوب الي شايف فتحيه وفتن. كيف نشكر زميلتنا مونيا الحرزي في الاعداد، نشكر جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. مره هذه نشكر الجاليه التونسيه وين بكري؟ البرازيل. والله في البرازيل بعثونا مساجات، ومن الهند بعثوني البارح بعين عيالي. دونك ميرسي يا جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. نخليكم مع غازي الامير، ما عقلتش عليا، ما عقلتش عليا، ما عقلتش عليا. سامحوني راني والله اخوانا المغاربه راني والله نحبها اللهجه، ما نعرفش نحسها صعيبه علينا احنا التوانسه. دونك ما عقلتش عليا، وراني باش نعمل كوخ في هالحكايه هذه، تشوف الحصه جايه بالمغربي باش نحكيها. دونك ميرسي يا غازي، ونخليوك في الفلاي.